معاكم المهندس علي صادق تكنيكال سابورت من شركة عرب سيكيورتي جروب. طريقة إضافة جهاز يوني فيو على الكلاود عشان أقدر أراقبه من أي مكان عن طريق تطبيق الكمبيوتر أو الموبايل. عشان أقدر أنفذ الخطوات دي محتاج أعمل شبكة بين الراوتر واللابتوب بتاعي والإم في آر، فأقدر أوصل نت للإم في آر وأقدر أكسس الويب بيج بتاعة الإم في آر وأقدر أفعل خاصية الكلاود. أول خطوة هفتح برنامج يوني فيو إي زد تولز واللي الرابط بتاعه موجود أسفل الفيديو. البرنامج ده هيساعدني إني أتعامل مع أي حاجة يوني فيو وأعمل سيرش على الأجهزة اللي واصلة معايا على الشبكة واختار الإم في آر وافتح الويب بيج بتاعته واعمل لوجن. من صفحة السيتنجز هختار نتورك ومنها هختار ماي كلاود. في الصفحة دي هعمل الماي كلاود اون وهلاحظ ان حالة الجهاز اوفلاين، وده لان الجهاز بتاعي جديد ولسه ما تسجلش على الكلاود. كل اللي محتاجه من الصفحة دي لخطوات تسجيل الجهاز على الكلاود وعلى تطبيقات اليوني فيو هو الدومين نيم والريجستريشن كود والكيو ار كود. تاني خطوة هفتح صفحة يوني فيو كلاود واللي اللينك بتاعها موجود عندي في الصفحة دي باسم الدومين نيم. هختار ساين اب عشان اعمل لنفسي حساب جديد او اضغط على لوجن لو عندي حساب. كده انا فتحت الصفحة بتاعتي على الكلاود واللي هتكون متقسمة لتلات اقسام. اول قسم ماي كلاود ديفايسز، وده القسم اللي هيكون موجود فيه كل الاجهزة بتاعتي اللي هضيفها بنفسي. وعلى فكرة الجهاز لما بيتسجل على الحساب بتاعي على الكلاود مستحيل يتسجل على حساب تاني، وده عشان يوني فيو بتهتم بالهاي سيكيورتي. تاني قسم شيرد كلاود ديفايسز، وده القسم اللي بيكون فيه اي جهاز حد عمله شير معايا. تالت قسم شيرينج ريكوردز، وده القسم اللي بيكون موجود فيه اي جهاز عندي وعملت له شير مع حساب تاني. تالت خطوة هضيف الجهاز على الصفحة بتاعتي على الكلاود، وعشان اعمل ده محتاج المعلومات اللي طلعت بيها من اول خطوة. هضغط على Add Device وهكتب Registration Code، وده هجيبه من صفحة الجهاز اللي فتحتها في اول خطوة، وهكتب الـ Device Name وده اسم افتراضي اقدر اميز بيه بين كل جهاز بضيفه على الحساب بتاعي. كده الجهاز بتاعي اتضاف على صفحتي في الكلاود وظاهر معايا اونلاين، يعني اقدر اراقبه من اي مكان عن طريق خدمة الكلاود. رابع خطوة هنفتح برنامج الـ EZ View على الموبايل واللي الرابط بتاعه موجود أسفل الفيديو. هكتب الإيميل والباسورد الخاصين بحسابي على الكلاود واللي ضفت عليه الجهاز في الخطوات اللي فاتت، وبعدين هضغط على لوجن. من الصفحة دي هضغط على إضافة وهيظهر لأي جهاز متضاف عندي على الحساب. هختار اسم الجهاز اللي عاوز أعرضه وأحدد كاميراته وأضغط على Start Live View. ولمزيد من الفيديوهات اعمل لايك وشير لقناة عرب سيكيورتي ASG.